أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند كسر وهذا وركز صباح نمي على سيدي ميديا فضلا هذا نقول سبتا سبسكرايب صار قبل كفر داور كي قدم بي وصباح نمي أحد أخذ بحساسي أي نص وصعد فضلا نلجوك حب حساسي هي شيء سدح جيسود هي أو فرماجو كذا نهاية لجاري إسلام مركزنا وحال الدون يا فرماجو إنه سام كرسي جمر كلا كسر لابن سيدا الدريم يدريان كسيا سدد إيه بالله ذي وحى أو كبي شبان يا إن له شيء يا فرماجو لجنا هو استعجل دي بصول لاب شديسة حقها صباح يا شيء يا إن سعيدني أحمد مدوبي علي جود لاب أي إسبه سيجار أي سميستن إسلام مركزنا يدون يا إن فرماجو أوسن كسر لابن في الصومالية ما ملذ الجلمود جي كافر قلبت أيادون يا إن فرماجو بيعدي أي وذقلين أو أبل جدان إن كستو وحان سياسة ديهن أو ساعدها قدم بيا لا يسكت دبكيني كرا أمدون تلا يسكت طوري كرا إزجي جنتي أوسم يدوان علي جود لاب وحاء وصائف بحيي إنه لا يهجو أنقاض الشقي إن لو بهن يهاي أسيق لفتيسة هيرشبيل او ديغان حلبانو سامين له لغا سو دوران دونو اقل كسره ايو غولها شعبك سوماليا ايا سند كاني لعقب بدن لغو كالعوني دونا هشيسك هوسه اي جبلان بودلان اي هيرشبيل ايا عبسي سياسرين ايو ورورقو ابوري نبض ايو نولال حدي ان وح لغا بدلين دقال بحنتا حدا وحا سعود حد حد الشدي او دن بيسي وحانا ميلاها قارك بلاودي كولمدا اسموجين تاه اي كراس ده حلباني مدى فدرالك سوماليا داني ولي ما اوسان كو دواقين مشرح نمديسة مدحوينا سوماليا هسيشي وحالة فيليا انو دوان شاعيو سعدال كيسا كسمايو مدحوينا هبودلان وحا حيق الدونة جوهر ايا مقالو ينكالي ايادو او ديار سانيو حلبانا او عضيا سي او قول او قارو طبانك اكتوبر دورشاد اللقبان ايو اي مدحتيني مدى سوماليا سيكستبها اهاتي مهيمة دوحي تهي ان فرماجو مركلا لغا الاليو في لا سوماليا انو مامولو دينا عكلا الله نحريستي وحا قدها مقالة مقدشة كغيريودي عبد قادر علي مرديري أولو يقانو جنرال سبحانيو كنمد آسراكي شعيدان كقلب كسيدة قارهان عيد مدى أسلوب تا صوماليات الله نحريستي مرحوم سبحانيو أيا سيدو كلا كمد أها رقي أسو شقي عيد مدى أسلوب تا صوماليات مرحوم كأيا مال مهان كوحانون سنية مقالة مقدشة وحانا غيريدا كتبت كتعسيي مدح كلا دوان اي صوماليات مرحوم كأيا مال مهان كوحانون سنية مقالة مقدشة وحانا غيريدا كتبت كتعسيي سيئي مدحدة سرسارة اي دولادة سيدو كلا روبلا ايا ورك صوصاري غيري دا كتمد مرحوم كا إساقو الله اغو بريي انو كا ورابي جنة دي سفر دوسا نحريستي جنو الله كا ورابي جنرال عبدقادر علي ديري سبحان يو او اها رقع دا عيدان ايا وايو ارق دالك ايا دادك اغو صو شقيي سيدا عدنمو ايا جي سينما لي وحان غيري ديسا اغو تعسيي نيا خويس كيسا ايا قرابي ديسا صوماليات ايو قرال كيسا كويري رئيس الوزارة محمد حسين روبلي لنا عكالي الشواب او ييرتي معلمين تدوكسيه دا اي ماموش الدولد فدرالك صوماليا قار كميد اه معلمين تاك شغيه دوكسيه دا اي ماموش الدولد صوماليا ايا ورباهين تا او شيغي ان اي لسو حريرين دقاليها ندا الشواب اسلام مركاسين اللغو امري ان اي مادان ديگان كاترسان قبل كشبه لده هوسي معلمين تان او لقاري مقعي دوده اي دوكسيه دا اي ديگان سبب امني اوغيد ايا شيغي ان ارنتاني اي مدو سو سعوتي اسلام مركاسين اي لو داگين دولد صوماليا قار اهان وزارة دا وحبرشة دا هداي تعلين تسره اي صوماليا اي مسؤولين كاترسان كوا امانكا ورق ايا شيغي ان معلمين تان لو صوفا ساحي ان اي لسو كل مكران الشواب اسلام مركاسين اي دوان كبيحي دونان مقدشو برسي ورباهين تمهلين عدايما موجين ايا ان اي اوغلاتي دولة دا صوماليا الى وريد كلا دوان اوباها دا وحبراشا دا اي وزارة دا وحبراشا دا صوماليا كاترسان ايا ورباهين دا قارو حقيجي ان لو وعاي براياشا دولة دا بلسا مهلين ورركالي اي لغا سوحيغان ايو معلمين تا قاركود اي اح ان هيد دا امان كا اوفاسح دا ان اي لسو كلمان الشباب بدنا أورك الشباب وحي اسكو ديان إن أي لما عاملان شقالها دولة دعيدة مدى سراكيش عيدا كي يقنعسة تدكهر إنتا أيسان بيكسان وحانا قف كيبا الشباب كله الشيان إن او بيحيو قيب كميد أي مشاركيسا بالولبا هدي او إنتاسي بيحن وايا ستو سيوسو أديك سدان قف ديلا سيكستبها آتي قنعسة تبادان إيادة دولة دو شقيا أيا بالكستالا عكتا مركي أسو دعضو بنان كاس اسكا مريا مشاركو دا ستو سنو شبال شباب فضلاً دب أدور كيني هوري إيه على سيدة ميديا حب حساسي عداد إسكا حوقان إيه سارن فرماجي إيه روبل أو كردي كدب حوقتي ومريكان كشاعيي عداد إسا إيه مارك لكو كردي مدح وينا وقتي وكاد عاي محمد عبدالله فرماجي رئيس الوزارة حيل قارسين تا محمد حسين روبل كدب مركي مريكان كاوشيغين عيدان كصوماليا إيه لقية إلي تريا أي كدقالة ميدال كاسي توبيا
Roberto ah si hayaha kuxigeynka xogayaha waaxda arrimaha Afrika ee Mareykanka ayaa yiri waxaan ka warqabnaa in ciidamada Soomaaliya ay joogaan Itoobiya laakiin hadda ma xaqiijin karno inay dagaalka qayb qaateen iyo in kale balse waan xaqiijinaynaa arintaasi farmaajo iyo xukuumadiisa ayaa beeniyay in ciidan ay ka joogan dalkaasi Itoobiya taas ayaa iminka noqotay mid caqabad ku ah farmaajo iyo roble siyaasiga caanka Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo ka mid ah musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay in ilaa iyo hadda madaxweynaha xilkiisa dhammaaday iyo xukuumadda xilgaarsiinta aysan sheegin halka ay ku dambeeyeen dhallinyarada Soomaaliyeed ee elatariya loo qaaday waxaa kale oo uu sheegay in guddiga uu ra-iisul wasaaraha u magacaabay arrinta dhalintaasi in ilaa iyo hadda aan la aqoon meel ay ku dambeeyeen iyo waxa ay ka qabteen cabashada isa soo taraysa ee waalidiinta caruurtooda uga maqan yihiin dalkaas eritriya guddigii uu ra-iisul wasaaruhu u saaray arrintaasi meel ay ku dambeeyeen lama yaqaano dowladda Mareykanka waxay xaqiijisay in ay ciidamada Soomaaliya ee eritriya lagu tababaray ay gudaha Itoobiya ku sugan yihiin suuragal ma ahan in la dafiro ama la iska indhatiro walwalka iyo xanuunka waalidiinta Soomaaliyeed ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame sidoo kale waxa uu ka dalbaday madaxweynaha waqti uu ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo xukuumadda xilgaarsiinta inay xil dabnimo iska saaraan soo celintii dhalintaasi iyo ka run sheegidda xaaladooda nololeed oo walwal ku haya waalidiin badan ayuu yiri dhinaca kale senator Abshir Axmed oo arrintaasi ka hadlay ayaa asna sheegay inay cadeymo hor leh ka soo baxayaan askar Soomaali ah oo tababar loogu qaaday dalkaasi Eritrea oo ka barbar dagaalamay dalkaasi Itoobiya hadalladan ayaa imaanaya xilli uu Mareykanka sheegay inuu ka warqabo in ciidamada Soomaaliya ay joogaan dalkaasi Itoobiya kuwaasi oo aan si rasmi ah loo xaqiijin inay qayb ka ahaayeen dagaalkii Tigray su'aalo badan ayaa waxaa weydiisay Ilhan Cumar asigoona ka jawaabay oo sheegay in ciidamada Itoobiya ka joogaan laakiin madaxweynaha kursiga jecel oo boqol cisho ka badan sharci darro ugu fadhiya filla Soomaaliya ayaa gebi ahaanba dafiray dhinaca kale danjiraha Soomaaliya u fadhiya Nairobi Maxamed Axmed Nuur Tarsan oo uu ramay wariyaasha ayaa ka hadlay arrimo ku aadan xiriirka diblomaasiyada dowladaha dariska ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya Tarsan ayaa shaaca ka qaaday in xiriirka labada dal uu mar hooseeyo marna kor yahay wuxuuna ku sifeeyey mid marba heer ah sidoo kale wuxuu tilmaamay in aysan marnaba kala go'in karin shacabka labada waddan isla markaasina uu ka dhaxeeyo xiriir ganacsi iyo mid darisnimo ayuu yiri dhinaca kale wuxuu hoosta ka xariiqay in haatan uu soo hagaagayo xiriirkii dowladda Soomaaliya iyo Kenya isla markaasina adeega safaaraddiisa uu bilaabanayo maalinta Isniinta ay soo socoto waxa aan bulshada Soomaaliyeed ku wargelinayaa in Isniinta safaaradda ay bilaabayso adeegyadii ay qaban jirtay lambarka imaan doona ayaa laga yaabaa in uu badan karo balse waan xalin doonaa ayuu sii raaciyay hadalkiisa safiirka Soomaaliya ee dalkaasi Kenya dhinaca kale taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay in wadooyinka magaalada Muqdisho uu ka jiro cariiri fara badan kaas oo ay dhibaatooyin ku qabaan gaadiidka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan taliyaha oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta ciidanka nabadgelyada ee taraafikada ayaa sheegay in ciidanka nabadgelyada wadooyinka ay dejinayaan qorshooyin wax loogu qabanayo ciriiriga ka jira wadooyinka Muqdisho iyo habka ay ku maraan gaadiidka noocyada kala duwan sidoo kale taliyaha waxa uu hadalkiisa intaasi ku sii daray in booliiska Soomaaliyeed ay qorsheynayaan in la qaado gaadiidka duqoobay ama jajaban oo muddo ka badan 30 sano ahay wadooyinka Muqdisho yaalla isla markaasina qorshahaasi ay wax ka fulinayaan wasaaradda gaadiidka taliska ciidanka ilaalada wadooyinka iyo dowladda hoose sidoo kalena ay diyaarinayaan ciidamadii howlgalkaasi fulin lahaa dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.